يا مساء الفل والجمال والصحه والسعاده على احلى واجمل والطف ناس الدنيا. حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا جميعا بخير وطيبين، ولسه مكملين في تحضيرات اللانش بوكس او اللي هنديه لاولادنا في المدرسه ويكون عندنا مخزون في البيت. وزي ما قلت بقول كتير الحلقات دي يا جماعه افكار لاي حد عايز يملى بيته خير، عايز يعمل كميات حلوه قوي بمقادير بسيطه وعلى قد الايد. النهارده حلقه طلبت مني كتير، هنعملها النهارده، هي مخبوزات، بس مخبوزات سهله جدا جدا. فبعد الفاصل استنونا. بما ان النهارده يوم الاثنين، فطبعا يوم الاثنين في جدولنا هو الاكلات الصحيه. طلب مني كتير ان انا اعمل مخبوزات لمرضى السكر والاطفال كمان اللي عندهم مشاكل في ان هم لا مش عندهم سكر، اللي هو الانسولين، مقاومه انسولين. فعلى فكره مقاومه الانسولين دي بتيجي لاطفال وبتيجي يعني لسن المراهقة، وبرضو هم لازم ومطالبين ان هم ياكلوا اكلات صحية وما ياكلوش نشويات كتير وحاجات ما تلعبش في مستوى السكر بتاعهم. طيب، من وصفات المخبوزات الصحية هي ان احنا نعمل حاجات زيها زي بالظبط اللي بنعملها بالعجين الابيض بس بالدقيق الاسمر. هتقولي يا فيفا لا لا لا، دي ما بتطلعش ناجحة خالص. عايزه اقول لكم عملتها السنه اللي فاتت وصممت ان انا اعملها السنه دي علشان ولادنا ما يحسوش ابدا ان هم محرومين من حاجه. هنعملها يعني بالدقيق الاسمر، هتطلع خطيره، طعمها خطير. السنه اللي فاتت لما عملتها، وانا بحب لما اعمل حاجه واكون اول مره اعملها احب ادوقها، احب اشوف كده هي فعلا حلوه ولا اي كلام علشان هي صحيه. عايزه اقول لكم عجبتني جدا 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 بيتزا، عجبتني قوي. يعني عايزه اقول لكم ان هي عجبتني اكتر من هي بالعجين الابيض، ده حقيقي. مقاديري سهله، التكنيك في العجن علشان اعمل لها عرق عشان تفرد معايا عشان تبقى هشه خطيره، لازم تكنيك وتكنيك بسيط قوي. طيب انا هشتغل من ورا لقدام، يعني ايه؟ علشان انا تعرفين انا بحب اعمل الحاجه قدامكم زي حلقه يوم الجمعه وادخلها الفرن تطلع لي في الحلقه. فانا عندي هنا العجينه خمرانه، هشتغل افرد وهنعمل حشوات وحركات ومش عارف ايه، وبعدين اروح عامله ايه، اروح عامله العجينه. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب هقول لكم برده مقادير العجينه بتاعتي. العجينه بتاعتي دي خمرانه بقالها ساعه ونص، خمرانه بقالها ساعه ونص. ليه بقى؟ مقاديري ايه؟ تعالى اقول لكم. 5 كوبايات دقيق قمح كامل، كوبايه لبن دافي، معلقه كبيره خل، عندي هنا كمان معلقه كبيره خميره فوريه، وعندي كمان هنا نص كوبايه ميه دافيه، مش كوبايه، نص كوبايه ميه دافيه، معلقتين كبار عسل ابيض، معلقه صغيره فانيليا، رشة ملح، 3 معالق كبيرة زيت زيتون. تاني مقاديري، أنا عندي هنا كوباية لبن دافي، معلقة كبيرة خل، المية عندي هنا هتبقى من نص كوباية لكوباية علشان هي بتختلف لنوع الدقيق وهو بيحتاج ايه مية، بس أنا عايزة أطلعها لك مظبوطة قوي. فاحنا هنحتاج من نص كوباية مية دافية لكوباية وهنشوف مع بعض. طيب، معلقة كبيرة خل، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقتين كبار عسل ابيض، طبعا ممكن نستبدلهم بسكر، ومعلقه صغيره فانيليا، رشه ملح، 3 معالق كبار زيت زيتون، ممكن احتاج للخمسه. وللوجه انتوا عارفين انا بحب نقطه عسل اسود مع شويه لبن. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب تعالوا بقى اوريكم العجينه. طبعا احنا هنشتغل بايدينا اهي، بصوا جمالها بقى، شايفين عامله ازاي معايا؟ بصوا بصوا، متنفسه وخطيره خطيره. بصوا تفرد، عايزه اقول لكم ريحتها تجنن. هعمل ايه بقى؟ هجيب دقيق وافرده كده على الكاونتر بتاعي، طبعا الكاونتر بتاعي فله اهي، وابدا ايه
افردها، تعالوا نفردها بالنشابة وبعدين اقسمها عشان اسهل. بصوا يا جماعة، شايفين العرق اللي موجود فيها الخطير؟ شايفين السحبة ما بتكشش ازاي؟ ما بترجعش تلم معايا ازاي؟ زي ما بعملها زي ما بتفضل اهي يا ست الكل. ايه رايك في الكلام الجامد ده؟ دي طول عمرك كلام الجامد. حبيبتي ربنا يخليكي، مفيش حاجة منك مش جامدة. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، ربنا يسعدك يا رب ويديك الصحة يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي، ويخلي لك جوزك وولادك. حبيبتي ربنا يخليكي، ويخلي لك ماما جميلة. تسلميلي تسلميلي، ربنا يبارك لك يا حبيبتي. شكرا حبيبتي، ربنا يخليكي وتسلم ايدك على كل حاجة يا قلبي. تسلميلي يا حبيبتي. بصي يا حبيبي، هو الدقيق ده دقيق ايه بقى؟ قمح كامل. ايه؟ قمح كامل. قمح كامل دقيق قمح كامل. اه بس عادي بنجيبه من اي سوبر ماركت كبير. من اي سوبر ماركت نقول له احنا عايزين دقيق قمح كامل. بس ده بيبقى مكتوب كمان عليه هو اسمه دقيق الاسمر. ده بقى دقيق اسمر، ده ممكن كمان من الافران. دقيق الاسمر لا، بيبقى انت قصدك اللي هو دقيق ذره، ما بيتباعش في الافران دقيق الاسمر، مش عارفه. بصي احنا بنجيبه من السوبر ماركت. مش بنجيبه من الافران، مش عارفه بيتباع في الافران ولا لا بصراحه. طب بصي، مش ده بتاع ممكن تعملي بيه العيش البلدي؟ لا، مش النخاله. مش ده، مش الرده. مش طيب ماشي، ده مش الرده، ده بيبقى من السوبر ماركت. ده بيبقى دقيق مش متكرر. دقيق اسمر مش متكرر، فاهماني؟ ايوه فاهماكي. بس لكن مش بالرده. بس كده. بس تسلم ايدك والله. تسلميلي يا حبيبتي. تسلم ايدك على كل حاجه بجد. ربنا يخليكي ليا. طول عمرك والله، مقديرك جميله ومظبوطه وكل حبيبتي. حاجه منك مظبوطه. ربنا يخليكي ليا يا رب. يا اعمليها يعجبك ان شاء الله. طبعا طبعا. تسلميلي. كل حاجه منك تعجبني والله يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا. تسلميلي يا حبيبتي، دايما سامعه صوتك بكل خير. بصوا بقى. انا هنا طبعا الشكل ده انتوا شايفينه على طول، هعمل بايه؟ انا بس عايزه اوريكم جمال العجينه معايا. بصوا انا بعمل ايه، بتفرد معايا ازاي، عماله تسحب معايا ازاي. خطيره خطيره اهو، بدي الاسمر اهو لاي حد عنده سكر، لاي حد عايز ياكل اكل صحي. طبعا السعرات الحراريه بس عشان نبقى متفقين هي هي، معلش انا هلم دول، انا بس كنت عايزه اوريكم انها بتتفرد ازاي. هلمهم وارجع تاني ايه اشوف انا هعمل بيهم ايه. تمام، تعالي هنا بقى. انا هحشي ايه؟ وليكن وليكن يعني مثلا فلفل الوان، وهحط معاه جبنه موتزاريلا يا ام محمد. الو الو، مساء الخير يا شيخ. مساء الفل حبيبتي، ازيك؟ منوره الشاشه والله. ربنا يخليكي، منوره بيك. وعامله ايه؟ تسلمي لي على كل حاجه حلوه بصراحه بتعمليها. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. عامله ايه يا شيف؟ الحمد لله يا حبيبتي. والله العظيم بسم الله ما شاء الله، ده احنا كل يوم بنتفرج عليكي انا واولادي. يا حبيبتي ربنا يخليكي ويديك الصحه. الله يخليكي. شكرا يا حبيبتي من كل الشاشة. قلبي بسم الله ما شاء الله، يعني بتعملي حاجات مش مكلفه. بصي يعني ده انا دايما بحاول اعمل الحاجه اللي هعملها في بيتي. عارفه انا لو جيت عملت وصفه وحسيت ان انا مش هقدر اعملها في بيتي مش هعملها هنا. ما بتحمليش الناس فوق طاقتها. لا مش هعملها هنا، اللي هو بلاها. عارفه اللي هو مش هعملها هنا. حاسه بالناس طبعا يا شيخ. لا يعني دايما ببقى واخده بالي جدا ان الحاجه اللي هعملها في بيتي اعملها هنا، غير كده لا مش محتاجاها. الله يخليكي حبيبتي، دايما عامر وتعيشي وتعملي لهم. الله يخليكي حبيبتي. طيب ممكن يا ريت تعملي لنا العيش الفينو والكايزر. الفينو، طب الكايزر انا عملته يوم عايزه طاسه يا سعيد، عملته يوم الجمعه. الجمعه للاسف احنا ما كناش هنا، كنا يعني بيت امي. ما لحقناش بصراحه، شفنا الحاله. طيب بصي، ايه رايك انزل لك المقادير واقولها لك؟ بصي انا بصراحه مش بحب المقادير وطريقه العمل، بحب طريقه العمل بصراحه. طيب بتحب وطريقه الشاورما وايه؟ لو سمحت يعني الشاورما. حاضر ماشي، شاورما سهل. لو عايزه اطلب منك طلب قولي لي رقم تليفونك يا ريت. طيب حاضر، رنا هتاخد. حاضر رنا هتاخد رقمك.
وانا هكلمك. اتفقنا؟ ماشي يا حبيبتي، نورتينا. طيب انا هحشي ايه بقى؟ انا كده حشيت حاجه ايه؟ حاجه حادقه. طيب هحشي ايه بقى دلوقتي؟ بصوا هعمل ايه؟ هعمل عجوه بالتمر اللي عندي، البلح اللي عندي. عجوه ازاي؟ بحطها كده، عشان في ناس كتير قوي بتقول لي انا عندي بلح ينفع اعمل منه عجوه؟ هحطها على النار واحط لها بق ميه كده، خلاص، واسيبها تطرى وبعدين اهرسها. لحد ما اهرسها تعالوا نعمل ايه؟ حاجه بالجبنه والفلفل الالوان برده تاني اهو. بصوا بقى الحشوات اللي انتوا عايزينها، زيتون يا دعاء، كانها ايه كده بيتزا. يا دودو ازيك؟ ازيك يا قمر، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله حبيبتي، الحمد لله رب العالمين. بخير. كنت بعمل الاكل يا شيف، انا هسميكي بقى قمر الزمان. يا حبيبتي ربنا يخليكي، تسلم ايد حضرتك على كل اللي بتعمليه. حبيبتي ربنا يخليكي، تسلمي لي يا رب. تسلمي لي يا جميل. تسلمي. شيف كنت عايزه اطلب من حضرتك طلب. قولي لي. كنت عامله تصميم بنفسي وكنت عايزه اقدمه لحضرتك هديه، ممكن؟ تصميم حبيبتي ربنا تصميم ايه؟ مش ممكن يبقى مفاجأة؟ يبقى مفاجأة طبعا. طيب بصي سيبي رقم تليفونك مع رنا. والله انا بقالي اسبوعين شغالة، يعني عايزة اعمل حاجة كده تكون قيمة. ربنا يخليك يا دعاء، سيبي رقم تليفونك طيب مع رنا وانا هكلمك. ماشي؟ شكرا يا حبيبتي، نورتيني وتسلم ايديكي، والله ربنا يخليكي، كبيرة عندي قوي. شكرا. بعمل كده واحط زيتون اهو، احط مثلا ميكس جبن اهو، ويبقفلها ازاي كده كده اهو. في شوكولاته زي الشوكولاته اللي احنا الولاد بيحبوها، صحيه، ممكن تجيبوها برضو صحيه، يعني معموله بسكر ستيفيا، ممكن تجيبوها وتعملوها وتحشوها للولاد. ممكن نحشيها بشوكولاته دارك، بس انا مش عايزه شوكولاتات كتير، يعني عارفين اللي هو لما حبيت اعمل حاجه حلوه قلت اعملها بالتمر، عشان احنا مش عايزين نلعب في مستوى السكر بتاعهم كتير، فاهمين؟ هي دي الفكره، اللي هو ما بقاش عامله لهم حاجه صحيه. الدقيق ما يرفعش طبعا، ده علشان دقيق اسمر فبيحافظ على مستوى السكر في الدم، فما اعمل لهمش كده، بعدين نروح حشيها ايه؟ الشوكولاته. يا استاذ رجب، ازيك يا شيف؟ ازاي حضرتك؟ لا انا بشكرك بشكرك وبشكر فريق الدعم المحترم معاكي. ربنا يخليك، ربنا يخليك، الله يبارك فيك، مشاهدين محترمين، ربنا يخليك. تسلم تسلم يدك على الحاجات اللي انت بتعمليها وتعلمنا نعملها في البيت بقى. ربنا يخليك يا استاذ رجب. حضرتك بتكلمني منين؟ من اسنا الاقصر. اهلا بحضرتك وبكل اهل الاقصر. كلهم بيحبوا قناه السن، خلي بالك. ربنا يخليك والله، واحنا بنحب اهل الاقصر جدا، بالذات المطبخ بتاعك. ربنا يخليك يا استاذ رجب، شكرا. وحضرتك بقى قول لي، متفرج ولا بتحب تنفذ؟ والله انا بنفذ وقتي كمان. طب والله بجد يعني مبسوطه جدا. وقتي بنفذ، بس عاوز خدمه منك. اتفضل. قبل ما اشوف عيالك كده معايا، ابني الزفاف بتاعه باذن الله الخميس اللي جاي ده اللي وراه، عايز منك ورقه لحمه يا طاج اللحمه بس كده. ده انا لو بس المسافات قريبه ده انا اجي اعملها لك بنفسي والله. تذكر يا سيف، والله تذكر. الف الف مبروك. عايز ورقه لحمه يا طاج اللحمه، يا طاجن احلى ورقه لحمه. حاضر. بس كده الف الف مبروك. تسلم ايدك يا شيخ، الف مبروك يا استاذ رجب، ربنا يفرحك بيه يا رب. ربنا يبارك فيك. شكرا، نورتنا، مع الف سلامه. بصوا بقى عندي عجوه اهي، اهي العجوه، شايفين طريه ازاي؟ اخدها بقى كده، المفروض انا اسيبها تسخن بس عشان وقت الايه الحلقه، عشان زي ما بقول لكم انا مش عامله نسخه، احنا هنشتغل على طول مع بعض. واروح شايفين حطيتها، واروح برمه اهي، بس لذاذه لذاذه مفيش كده، واروح قافلاها من هنا اهي كده على بعضها واحطها هنا. طيب عشان هدخل ده الفرن وبعدين نعمل مع بعض تاني، هدخل ده الفرن. قبل ما يدخل الفرن بصوا المقفول هيبقى الحادق،
المفتوح الحلو. ليه؟ لان مفيش حاجه هتتزحلق مني الناحيه دي، لكن انا عايزاه ده مقفول. ليه عايزاه مقفول؟ علشان مهم جدا ان انا الحاجه ما تخرجليش بره. طيب بصوا، انا كمان هروح عامله كايزر، ميني كايزر اهو. طب بعمل ميني كايزر ازاي؟ بالشكل ده، بعمل كوره واروح عاملاها كده اهو وحطاها هنا. بعمل ازاي الميني كايزر؟ بالشكل ده. طبعا افتحه بعد ما يستوي واقدر احشيه اللي انا عايزاه، او اقدر ان انا احشيه قبل ايه؟ قبل التسويه. ممكن اعمله بالشكل ده واروح عاملاه حشيه من جوه. طيب لازم اغطيه، هغطيه بايه؟ زي ما بغطي كل مخبوزاتي. مهم جدا، انا عايزه افوتها عشان العجينه بتنشف مني. انا كنت عايزه اوريها لكم بس هضطر ان انا اغطيها علشان ايه اللي عندي هنا التكييف عالي. طيب هغطيها بايه بقى علشان تديني اللون الايه المخبوزات الحلو ده اللي احنا كلنا بنبقى شايفينه في الافران؟ نقطه عسل اسود معاها شويه لبن، نقطه عسل اسود للحلو والحادق طبعا، معاها شويه لبن. ولازم لازم لازم مخبوزاتك اول ما تطلع من الفرن فوطه مبلوله معصوره كويس جدا جدا، اروح عامله ايه؟ اروح مغطيه بيها المخبوزات بتاعتي. تاني، المخبوزات بتطلع ناشفه من الفرن، ده طبيعي. طيب هعمل ايه؟ فوطه زي دي اعصرها كويس جدا واروح عامله فيها ايه؟ مغطيه بيها عندي هنا المعجنات، وبعدين بعدها بشويه افردها. شوفوا الطراوه والحلاوه، او بخاخ ميه، بس انا افضل فوطه نظيفه تبقى ليه ايه؟ للمخبوزات بتاعتنا. حاضر. طيب بتدخل على درجه حراره كام الحاجات دي؟ فرن 180 200. يا سلام يا سلام لو كان متولع من فوق ومن تحت، وكمان المروحة شغالة. طب يا فيفا ما عنديش. ماشي، عندي درجة حرارة الفرن 180 200 وشغل من تحت بس. أول ما الاقي إن هو بدأ ياخد لون كده من الأطراف وحلو، أروح مطفية ومشغلة الشواية. طب الشواية بتشتغل معايا مع الفرن؟ شغلي الشواية مع الفرن. اتفقنا؟ ده الحادق وده الحلو وده سادة. طيب تعالوا بقى نحط على هنا ايه؟ سمسم وحركات وحبة البركة. على فكرة حبة البركة بتتحط على الحادق وعلى الحلو عادي جدا. اهو عملنا الكايزر وعملنا ميني كايزر بوتيت خالص. يدخل الفرن واشوفكم بعد الفاصل، استنونا. ورجعت لكم. بصوا الفراشه دي انا بعملها ازاي. عادي بعمل حته صغننه من العجين وبعدين اساويها باي سكينه او زي قطاعه ايه البيتزا كده، بتبقى من الحاجات اللذيذه قوي اهو. تمام. طب ده بعمل فيه ايه؟ ده بقى بروح لفاه، لو نشف معايا هروح حطاه في العجان وحط له شويه لبن صغننين جدا ولفاه وشويه زيت لو لقيته نشف معايا. طيب هعمل ايه؟ بص بقى، بحط الاول هنا جبنه واحط بقى زيتون من الاشكال اللي بتبقى حلوه قوي اهي. وبعدين بص بقى، هاجي على الجوانب واروح واخده خط كده، ومن الجنب ده واخده خط، من الجنب ده واخده خط اهو. بصوا بقى اروح عامله كده. ماشي، عايزه اقول لكم البتاعه دي كانت محيراني، واجيبها يمين اجيبها شمال. السنه اللي فاتت قعدنا انا ورانا نحاول نعملها لحد ما هي وصلت لها وقالت لي التكنيك بتاعها اهي. بصوا بقت عامله ازاي، خطيره. بصوا شكلها عامل ازاي، تحفة. انا حطيت موزاريلا، الموزاريلا ما بتسيح بتمسك كل ده اهو. اروح شايلاها حطها عندي في الصاج اهو، وجايبه الصاج بقى يلا نفس الفرشة بنفس الايه
مهم جدا، حتى ولو مش هحط حبة البركة وسمسم، مهم جدا يا جماعة ان انا اطري عندي هنا المخبوزات بتاعتي واديها اللون الخطير ده اهي. عايزين بقى ترشوا زعتر، ممكن عايزين ترشوا حبة بركة برضو، اوكي زي مش عايزين ترشوا حاجة خالص، تمام اهي. اللي جاية بقى الفكرة اللي جاية هعملها بيتزا، بس همسح كده عشان اخدت ايه لبن كتير. يا غزل امسحها كده. الو ازيك يا غزل؟ الحمد لله انت عامله ايه؟ ادخلها الفرن. الحمد لله حبيبتي انت عامله ايه اخبارك؟ لله على فكره انا بدمنك بجد بدمنك حبيبتي، ربنا يخليكي ليا وانا بحبكم من كل قلبي. حتى اكلاتك تحفه جدا بجد، وانت حضرتك اصلا جميله جدا. حبيبتي انت الاجمل، انتوا الاجمل، ربنا يخليكي ليا ما تحرمش ابدا منكو. عامله ايه اخبارك؟ حلوه؟ اه الحمد لله. بصي الحلويات اه ايه رايك؟ تحفه اهو خرجوا من الفرن. هعمل ايه؟ فوطه مبلوله واروح عامله كده على طول. مهم قوي، قولي لي بتحبي تاخدي انت قد ايه يا غزل بس علشان ايه؟ انا في ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي؟ ده انت مادموزيل بتاخدي سندوتشات معاكي المدرسه، ولا بتقعدي تقولي لماما لا يعني انا كبرت بقى ومش عارف؟ ايوه ايوه صح. ايه بتقولي كده؟ طب قولي لي يعني لما بتاخدي اكتر حاجه بتحبيها؟ غزل اين انت يا غزال؟ طب حاولي تكلميني تاني. نيجي بقى نعمل البيتزا بتاعتنا، شويه ايه دقيق، واروح برضو فرداها. وانا هعمل ميني بيتزا، حاجات صغننه بقطعاها كده دوريات. وعارفين هعملها بايه؟ عارفين القطاعه بتاعت عندي هنا الكحك، هي دي اللي هشتغل بيها اهو. خلوا بالكم ما بشيلش المعجنات من الصاج اول ما بتخرج من الفرن، علشان ده هي بتكمل سوا في الصاج، دي حاجه. تاني حاجه هلاقيها لازقه. طيب امال ايه اللي هيحصل لما بطريها بقى بالخطوه دي اللي هي الفوطه المبلوله؟ المخبوزات عندي بيحصل لها ايه؟ بتفك خلاص من الصاج اهو. ونجيب برضو ايه عندي هنا صاج حلو. بصوا السمك بتاعها، السمك بتاعها خطير. وهبدا بقى اقطع واحاول ان انا ايه ما اعملش هادر، علشان دي هتبقى بالنسبه لي ثروه، وقد ايه هيحبوا طعمها. ودي طبعا هتطلع معايا على طول، عشان كده انا عملت ايه من اكتر حاجه هتاخد وقت قللت شويه، عشان طبعا كل قبل كده قلت لكم كل شكل لازم يتحط في صاج لوحده. في حاجه بتبقى عاليه مليانه عجين تاخد وقت، في حاجه تبقى قليله ما تاخدش وقت زي الحاجه الطويله. فايه الكبيره اللي هي فيها عجين كتير؟ فايه اللي يحصل وقتها؟ اللي يحصل وقتها ان الحاجه عندي ما تستويش، يا اما حاجه تتحرق يا اما حاجه ما تستويش. يا امير يا امير، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. بتكلمنا منين؟ بكلمك من سينا. اهلا بيك. الله يخليك. وبكل اهل منين بقى تحديدا؟ في شرم الشيخ يعني ولا؟ لا ولا اسمها رشد. الله، طبعا طبعا. البحر عندك عامل ايه؟ كويس يا شيخ. ماشي، منورني. قولي كنت عايزه اسال لو سمحت على طريقه الكوكيز. الكوكيز؟ اوكي. انت عارف ان احنا يوم الخميس عاملين كوكيز خطير؟ تسمح لي يعني اقوله لك، يعني تتفرج على حلقه يوم الخميس وتقولي ايه رايك فيها؟ طيب ماشي. كوكيز سهل جدا جدا، هيعجبك قوي. ماشي ماشي، نورتني. طيب بصوا بقى دلوقتي هعمل ايه. عندي هنا صلصه بيتزا. صلصه بيتزا دي عباره عن ايه يعني يا فيفا؟ هنشتريها؟ لا طبعا، انا بقى عامله العجينه وراح اشتري صلصه البيتزا دي. يا جماعه عباره عن معلقتين صلصه، عليها معلقه كاتشب،
عليها توم بودرة، بصل بودرة، زعتر، ملح وفلفل اسود وزيت زيتون. هي دي صلصة البيتزا، وصدقوني لما هتعملوها وتحطوها على اي بيتزا، اي حاجة، عارفين اي حاجة عايزين تدوها طعم بيتزا، بس كده اعملوا لها الصلصة دي وحط عليها شوية موتزاريلا زي ما عملنا قبل كده. ايه في حلقات الاتنين عملنا بيتزا الارنبيط، بيتزا البروكلي، الحاجات دي كلها بسيطة، بيتزا البطاطس، البتنجان، اي حاجة ممكن احطها واعملها بيتزا بالطريقة دي، ان انا احط عليها شوية صلصة بيتزا. ابدأ افرد بقى عندي هنا شوية ايه فلفل الوان اهو، تعالي يا سعيد معلش شوف لي اللي في الفرن بعد اذنك، وهحط عليها كمان موتزاريلا، طبعا ابقى حريصة علشان ما فيش حاجة تقع تحت، والزيتون اهو، وهدخلها الفرن، مش هتاخد وقت معايا خالص. ادي البيتزا، وعايزه اقول لكم انتوا هتعجبكم طعمها جدا جدا جدا، وبجد عجبتني جدا طعمها السنه اللي فاتت اكتر من البيتزا اللي احنا بنعملها بالعجين الدقيق العادي المكرر الابيض. طبعا الحاجه ما تكونش مكرره بتبقى فايدتها اعلى، ما بتبقاش متصفية من كل الحاجات اللي فيها، بتبقى فيها فيتامينات ومعادن كتيرة، اي حاجة بصورتها الاصلية دي بتبقى احلى كتير وافيد كتير، ولصحتنا افضل كتير من الحاجات البيضاء المكررة. طيب انا هخلص البيتزا بتاعتي وادخلها الفرن، ايه رأيكم لحد ما نروح فاصل ونرجع نعجن بقى؟ انا اسفة ان احنا ايه بنشتغل العكس، نعجن بقى ونشوف ايه الحلويات دي وازاي العجينة ادتنا كل ده والجمال ده وبتتفرد معانا كده. استنونا. نعجن بقى، تعالوا نعجن على رواقين. ثانية واحدة افكها، مش هتتفك. طيب نرجع نقول مقاديري تاني، عبارة عن ايه؟ 5 كوبايات عندي دقيق اسمر اهو، 5 كوبايات هحطهم هنا في العجان، عليهم ايه؟ عليهم كالمعتاد ذرة ملح، وهستخدم هنا فانيليا. طيب وبعدين عندي هنا بقى الخميرة بتاعتي، بحطها في طبق او بولة، وبحط عليهم العسل او السكر زي ما انتوا عايزين، بولة اهي، 2 معلقة عسل، تمام تمام، واجيب معلقة واحط بقى ايه المية الدافية بتاعتي، مية دافية ولبن دافي، انا هنا عايزة ايه كوباية مية دافية. هاخد منها نصها هحطها على الخميرة اهي، واقلب. حطيت هنا الخميرة مع العسل بتاعي، العسل الابيض او السكر، خلاص، وحطيت عليها نص كوباية ايه المية. المفروض ان انا بسيب بقى الخميرة بتاعتي دي مش اقل من ربع ساعة، نص ساعة في التلاجة، يعني سيبيها على قد ما انت عايزة تسيبيها، بس اكتر من نص ساعة هندخلها التلاجة. طيب وبعدين هروح واخداها حطها على الدقيق بتاعي، وبعدين اروح حاطه بقيه ايه الكوبايه اهي، وبعدين عندي هنا كوبايه لبن دافيه، يبقى انا حطيت كوبايه، بس انت بتدي بنص كوبايه دافيه علشان الايه الدقيق بيختلف من نوع لنوع. انا هنا بقى هدفي كمان عندي اللبن، اي حاجه بحطها هتبقى دافيه، ماشي كده متفقين؟ تعالوا نشوف اللي ايه اللي في الفرن. الله، كله عندي بيستوي، تمام، دي خلاص استوت، دي كانت ايه هتتلسع، دي كده تمام قوي. برضو هروح عاملة ايه على طول مغطياها بالفوطة المبلولة، مهمة قوي، واسيب البيتزا ثواني تستوي. اروح واخده اللبن دافي يا جماعه، زي دمع العين، دافي زي دمع العين، ما يكونش
ساقع وما يكونش سخن. يبقى انا كده حطيت كوبايه وكوبايه، كوبايه ميه دافيه كوبايه لبن دافيه، واروح عامله كده وضرب. بصي العجان عندي هنا عامل ازاي، فلة اهو، وهي العجينة طرية طرية وبتلزق. ايوه هو ده اللي انا عايزاه. بصوا العجان عندي هنا لو شلت العجين كله اهو فلة، مفيش حاجة لازقة. خلاص انت ما عجنتيش يا فيفا، ما انا عارفة. هعمل ايه بقى؟ العجينة عندي كده، المفروض ان انا هسيبها خلاص بعد ما لميت ايه العجان بتاعي بقى نظيف ولميت العجينه كلها. هعمل ايه؟ هروح حطها تاني، انا مش هشيلها بس انا هشتغل عشان اوريها لكم، واسيبها 6 دقايق ترتاح او 10 دقايق ترتاح العجينه، وبعدين اروح حاطه 3 معالق زيت زيتون وعجناها بقى لمده 6 7 دقايق، ولو على ايديكي 10 دقايق. هروح ضربه. العجينة دي مختلفة عن أي عجينة تانية، لازم أضرب فيها كتير غير أي عجينة تانية عملناها مع بعض، لا بتاخد ضرب كتير علشان تديني القوام اللي أنا عايزاه. القوام اللي هو إيه يا جماعة؟ طرية طرية كده في إيديكي، هشة مش مكبوسة. لو مكبوسة تديكي حاجة مكبوسة، لازم تبقى طرية كده وهشة. تعالوا نضرب تاني. بس كده انا هكتفي بكده، لكن انتوا لسه قدامكم شويه. طب امتى يا فيفا بعرف ان خلاص؟ بصي لما تمسكيها كده وتلميها، طبعا هي بتلزق وده لازم تلميها كده، تحس ان هي خفيفه في ايديكي. لا انا حاسه ان هي لسه تقيله. لا تقيله، ما هو دول 5 كوبايات. لا انا عارفه ان هم 5 كوبايات بس هي تقيله. بصي احطها تاني وهاخد تليفون واقول الو يا ام مينا. ازيك يا شيف؟ ازيك حبيبتي، عامله ايه يا حبيبتي؟ ايه اخبارك؟ اول مره اعمل مداخله يا حبيبتي، نورتيني وبتفرج عليكي كل يوم، ما بسيبش ولا حلقه الاعاده والحلقه بتاعت الظهر. اهلا بيكي، نورتيني وشرفتيني يا حبيبتي. اولا إيه؟ ربنا يحميكي ويحبب خلقه فيكي. امين يا رب، ويسترك دنيا واخره. امين يا رب يا حبيبتي. انا طالبه منك طلبين بس. اتفضلي. ابني مش بياكلوا البيض، وحابه اعمل لهم البيض الاسكتلندي والعيش البوري بعد اذنك. بس كده عيوني، حاضر. يا رب يخليكي وما تحرمش منك ابدا حبيبتي، نورتيني بجد. يا رب يخليكي. حاضر نعملهولك يا حبيبتي. اهلا بيكي. هضرب ضربه اخيره وخلاص وهطلع البيتزا. بس كده طبعا هروح حطاها في بولة ماشي، وتحتها زيت وفوقيها زيت، مهمة جدا اهي. اعملها كده، لسه عايزة ضرب تاني. هي طرية، بصوا عاملة ازاي، خطيرة ازاي اهي، بس لسه عايزة ضرب تاني. واحط عليها زيت، وطبعا بغطيها بستريتش راب واحطها في مكان دافي مش اقل من ساعة ونص، ساعة ونص وبعدين اشتغل فيها. مهم قوي اللي انا بقوله لكم ده علشان تاخدوا نتيجه خطيره. بصوا البيتزا يا جماعه عامله ازاي، بصوا عليت اساسا ازاي في الفرن. بصوا مفيش حاجه اسمها تلزق اهي، تحفه ازاي. بصوا ظهرها تحفه، وطعمها بقى مش عايزه اقول لكم، اول مره عملتها السنه اللي فاتت، لا ايه الحلاوه دي،
لا البيتزا احلى كتير. بدي ايه الاسمر؟ بتعملوا دايت ما بتعملوش دايت؟ عندكم اي مشاكل صحيه لا قدر الله؟ انتوا ناس زي الفل، جربوا الطريقه دي وجربوا ان انتوا تاكلوا العيش الاسمر، حقيقي مختلف في الطعم وهيعجبكم جدا. مبسوطه ان انا عملت معاكم النهارده المعجنات اللذيذه الصحيه دي. طبعا تنفع في لانش بوكس مع الولاد، وهي بقى دي بقى فيها الخلاصه، نحشيها ونعملها وتبقى فيها الخلاصه. العجينه بتاعتكم ساعه ونص ترتاح، وبعدين تشتغلوا فيها زي ما انتم عايزين، ما بسيبهاش ترتاح تاني، بدخلها على طول الفرن. اشوفكم بكره على خير ان شاء الله من الساعه 1 ل 2 والاعاده الساعه 4 صباحا. بحبكم من كل قلبي، وشكرا وممتنه ليكم على كل مكالمه، وبجد بجد بحبكم قوي. باي باي.